الاتصالات لتتوصل بجديدنا. Elle fait des pompes, frère. Daron. Encore. Il t'en reste 20. Salam alaikum. Voilà, en direct du marché de Maubeuge le samedi. On fait nos petites courses uniquement chez nous, uniquement des légumes. Ah. Des légumes, chou-fleur, poivron. Là, le bleu. Ouais, c'est moi. Chauffe. Là, je prends mes patates douces. Naturelles à 100%, c'est pas les gros des États-Unis. Donc voilà, on fait quelques courses et on s'en va, ok? دايما تركز على الخضرة. الخضرة هي الصحة يا حبيبي. فكر نمشوا عند فريد يساعدنا نقول له يلا بالجملة يا نبع فهمتوا المهم ويكند خير تنبلوا القدام هما إذا حسبوا برا طيحوني والله ما طيحوا ما والو فهمتوا يلا نبع رانا مع السي فريد السلام عليكم فريد تاعنا حمودك جيبو زوين تو الريدو هذاك باش يطلع لي بغيت نحل هذا هو فريد وي سي فريد غير تما من تما هاو فريد كيفاش تشافوا يا تلاها بينا Voilà, monsieur Farid Bouzier, client fidèle. C'est grâce à moi qu'il a des gros pecs, des gros bras, voilà. Le plus gros grossiste, voilà, Al-Khodra, fais mon beige. Ah, Yannava. Ah, déjà, ça c'est bon. Voilà. Bouzier, Yallah, Yannava. Combien ici, combien? Kaina Rabah. Voilà, je comme Damon Saadni. Ou Marajegali, ou les sponsors de Taï. Yek. Inch'Allah, voilà. On va faire l'Alamia. Rana Damon, fais le marché. T'as mon beige. Je suis un client fidèle. Un client fidèle. C'est cuicui. C'est cuicui. Chauffe. Par ici, cuicui. Il est là. Oh oh. Allez, allez. Il a le meilleur poulet actuellement sur mon beige. Et il compte me sponsoriser. Hein. Et afak, afak. Afak. C'est sponsorisé. Donc un gratté. Donc un gratté. Ce qu'il mange comme poulet à lui tout seul. Regardez. Ah. Deux gros poulets. اليوم عامل عنده ولا بروشين هو يقول بيا واه يضحك دوك هذا ضرب لي في الغبار فهمتوا لا مي فريمون يا دي بون بولي هاك تشوفوا فينا ويقوم بينا وكل شيء والحمد لله لي غول بولي vous savez ce poulet je le mange en deux repas donc moi il me faut pratiquement deux poulets par jour sincèrement c'est vrai j'ai tous les jours un kilo et demi de viande donc voilà on va en profiter ناكلوا اليوم البولي هذا وهي خالصة من عند بولي كويكوي هي خالصة هي صح شوفوا السلام عليكم on va faire un exercice de biceps il y a 7 exercices en 1 معناتها كان 7 تمارينات غير في السيري واحد وديروا منه 4 rounds معناتها 4 rounds اوكي شوفوا دابا انا بقى جو جو انا بقى يلا انا بديت كما قلت لكم هذا كاين 7 تمارينات نبدا بالاول كما راكم تشوفوا نحاول ندير حوالي 8 10 ضربات على حساب الميزان ونعمل 4 راوند هذا الاول تمرين ثاني وما نحبسش كما هاك 7 مرات قسما بالله غير تفلك لكن ساعه لساعه نعطيه نشوكي شويه البيسبس هذا الناس راه يقولوا بي راه البيسبس موش قد راسي نوري لكم بي راه قد راسكم ان شاء الله دونك نفوت التروازيام كل مره نخدم لي ساعه ضيق في 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 لاريسكوت هاك تشوفوا هوب وكي تخدموه ماشي تخدموا غير تليكي دي برك لا لازم تركيز مادا ما عطيك هكذا انا باش تخدموا بمعنى كلمه باش تبعث له الماكسيموم دم فيه نفوت الكاتريام درك ربعه تمرين رابع وراني نوشيني هاك تشوفوا فيا سبايدر وان فوالا هاك تشوفوا مازال نخدم راهي تحرك تحرك كي نقول لك تحرك تحرك تعرف لي بيسبس يطيبوا شوف العرق جيب موس ماشينا ولا غتولي هنا قسمه الاخرى تاع سطيف واش نقولها لا اله الا الله هذا صور لا فونتين هربت لي لهيه واحد استعملها وراح عنده زهر ما شفتوش لان لو كان لعته في راسو هاي نحوس على العشرين تاعي وراحت وينك وينك مخبيه هاي مخبيه من هي
الله العظيم عنده زهر اللي ما حكمتش عليه. يلا يبردني انا 20 ثواني ولا 30 ثواني راه يجوني في اسمه في سيري ها ونوشيني بالهامر دام دام. شوف شفتوني نخدم بزربه لا نتركز قد ما نقدر نحاول ندير البوسيبل نتاعي باش نبعثو كيما قلت الدم الماكسيموم الخامس ياك هذوك يجي السات تمارين سات ها. شوف بالهاري سكوات دايما نستعمل بزاف لاري سكوات. شوف والله كي نقول قتال قتال بمعنى كلمة. ومن بعد يجي الاخر وانا واقف وهي ضربة هذا الاكزارسيت تاع سبيسيال شمسو عليها طرطق بالبرا ها نحك على جسمي فهمت يخدم الا البولة القدامي فهمتو. وكما راك تعرفو انا نوتريتك كالعادة www.ribs.be فهمتو ولا لا؟ شفت كيف عييت؟ ايوا انا فا درك ندير 4 روند تاع 3 سيرس لكن نخدم 3 تمارينات مع بعضنا تبعوني اوكي جاست غانا دو رايت ناو 3 اكزرسايز اوف ترايسبس بات 1 راوند از 3 سيتس 3 اكزرسايز اوكي ايوا درك توكل على الله نبداو في الترايسبس. شوف كيفاش نعمل هذا التمارين سوبر سيت نخدم قبل نفتح غير نكمل نفتح نضيق ودائما الترايسبس راهو مستوي. شوف ما نحركش الكتف ولا راسي ولا يخدم الا الترايسبس. هذا التمارين قسما بالله لا يحرق بمعنى كلمه لكن تحس بالترايسبس يشتغل بقوه. ومن بعد نمشي للدامبلز هاك تشوفوا لي هالترس زالتير ونخدم ترايسوس دايما نهبط مليح. شوفوا هذا التمرين ماذا بكم ما ديروا تخافوا ولا تهزوا بالثقيل بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل في الـ في الـ في الالبوس ردوا بالكم اوكي ماذا بكم تخدموا بالذكاء ولا بالقوه. يلا انا ضع انا معكم اسيدي. والله لا صعيبه البرا راح طرطق لكن نخدم في نقاط الضعف وتبعونا لايكو كومنتو وبارطاجو. السلام عليكم.